هلا اخر اجوا الثاني لخبرهم اللي صار جديد، اجوا بسجل 22 واجوا بقبل منها. الاجوبه تبع عشيري شاب من اصل سوري مغترب بسويد قاعد بستوكهولم مزوج عنده شباب اثنين صار له 17 سنه يعاني من مشاكل بالقلب. نبضه زايد عن نبض الناس 25,000 ضربه بالنهار، ونبض قلبه مثل ضربات المطرقه، يعني الصوره مستمره صريخ وجع. بسوريا ما قدروا حلول المشكله، راح لهونيك كمان تفاقمت بزياده. بالنهايه قرروا انه يعملوا له عمليه، وقنعوا انه العمليه بترجع 98%. بلشوا له بالعمليه، صار معه نزيف بالقلب، اضطروا يرجعوا لوقته. وحطوا مسمار وبقي مده تقدر وقفوا له نزيف القلب. هلا رجع على البيت بانتظار انه يرجعوا يعينوا له موعد جديد ليرجع يعملوا له عمليه من جديد. ابنه بيشتغل بالكشافه لبنان، اجى برحله كشفيه على لبنان قريبين. وصل على البيت قال له نغمضوا عيونكم تعطيك الواحد الكلوت تبعك. بيعطي تمثال مرشد المحجور ذات لبيه. بيو ما في يتصور مرشد ما بيطيقوا. انه شو القديس اخذ محل ربنا؟ لا بيحب يسمع له تراتيله ولا بيحب يسمع شيء عنه. تفاجأ صار حزين. حتى مرته ما خلاها تشيل النايلون عن التمثال، وطلب من الرب انه ما يكون هالتمثال ببيته نقي، بل يكون نقي. غاز برؤية صار في حوار بينه وبين مارشالبي. قال له مارشالبي انا بشبه. قال له ليش عم تاخذ محل ربنا؟ قال له أنا ماني عم باخذ محل رب، أنا بتشبع قدام الرب كل لحظة من أجل هالموجوعين حتى أشفيهم. لذلك أنا بتشبع فيك. هو ما كان يصلي إلا ليسوع ويطلب ولأنه لمسة من يسوع تيشفى من مرضه. بالنهاية بشيل غطة زيت بحطها على جبهته من زيت ما شربه. وقضى الليل بسلام. ثاني اليوم راحت نهجة قلبه كلها والنبض اللي كان موجود فيه اللي معيشه 17 سنة. ثالث يوم راحوا عادوا على البحيرة الشمس قوية، نايم على المي مغمض عينين من حرارة الشمس. بيظهر له مرشربيل بالمخيلة تبعه. قال له نسيت شفاعتي أول مرة وثاني مرة. ينتبه هو انه قلبه طبيعي، بيرجع البيت اخذ نبضه كل شيء طبيعي. راح على المستشفى على الوقت، عملوا له فحوصات، فاجأ الطبيب قال له الشاب رجع طبيعي كليا، ما بقى في اي مشكله. قال له قلبك سليم، ما بقى بدك عمليه. قال له حكيت لك من بعد اول عمليه قلت لي حتى ولو بقيت 100 سنه مجبور اعمل عمليه قلب. شو اللي صار تشفي قلبي فجأة؟ بركب الطبيب ما قدر يجاوب. رجع بهالنقطة الزايد وبهالنقطة